السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نديرو الطرح ديال التفاعلات الاكسده اختزال. دونك كما كتعرفوا هذا الدرس له اهميه كبرى في العام الجاي ان شاء الله البكالوريا، لانه غادي نقراو في جوج ديال الوحدات، الوحده الاولى والوحده الثالثه، ولما له من اهميه. اذا غادي نخدمو معاكم على شكل فقرات، فاهم؟ بعدا نعرفوا شنو هي تفاعلات اكسده اختزال. حنا دابا الى شفنا بعد حطينا شي قطعه ديال الحديد شي مكان رطب بعد مده زمنيه، كنلاحظوا بلي هذيك قطعه الحديد تصدأ، لان ترى واحد التحول كيميائي، واضح؟ اذا حنا غنعرفوا شنو هو السبب اللي كيخلي هذاك الصدى، باش كيتكون، وشنو هما العوامل المؤثره، وشنو هو نوع التحولات او التبادلات اللي كتم بين الهواء اللي كيحتوي على الماء وقطعه الحديد. دقيق، دوزو النشاط اللي عطيتكم البارح نصحكم. إذا نشاط، نضع قطعة قتيلة قطن في قعر أنبوب توليب، و دونك هنا التجربة كنديرو قطعة ديال الحديد تفقيل فواحد المحلول ديال كبريتات النحاس الثاني. كما كنعرفو حنا أن كبريتات النحاس الثاني عندها لون أزرق، واللون الأزرق كي المسؤول عليه هو سوي دو بليس، هاد الكاتيون. بعد مدة يتوضع واحد الجسم صلب أحمر فوق برادة الحديد، نضع قليلا من الروج تاعها غيتكون راسب أخضر. طيب، إذا هنا غادي نعرفو أش طرا، واش كاين تحول ولا مكاينش. دونك ما طبيعة الجسم الصلب الأحمر الذي يظهر على برادة الحديد؟ كما كنعرفو حنا أن النحاس يتميز بلونه الأحمر، إذا هذاك الجسم الأحمر اللي تكون هو فلز النحاس، أي سوي، يعني هاد سوي دو بليس تحولات سوي. إذا هنا كاين تحول، هذا تحول سوي. ما النوع الكيميائي الذي تم الكشف عنه بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم؟ كما عرفنا في التاسعة باللي هيدروكسيد الصوديوم كيكشف على الكاتيونات، إذا عطى لون أزرق كنقولو أيونات النحاس الثاني سوي دو بليس، أخضر أيونات الحديد الثاني. هنا عطاني راسب أخضر فاتح، إذا هنا يدل على وجود أيونات الحديد الثاني، يعني استرا هاد إف أو تحولات إف أو دو بليس. إذا هناك تحول سي إي دو بليس تحولات سي إي، و إف أو تحولات إف أو دو بليس، إذا هنا طرا تفاعل كيميائي. أجرة الأنواع الكيميائية المتفاعلة، كما قلت لكم عندنا إف أو دو بليس اف او تحولات اف او دو بليس، سي اي دو بليس تحولات سي اي، اذا نطرا تحول. اذا غنديرو اف او زائد سي اي دو بليس تعطي سي اي زائد اف او دو بليس، واضح؟ واش لاحظتوا حاجه باللي هنا احنا كان هذا فقط جوج الكترونات، شويه بحال اكتسب هذوك جوج الكترونات، بينما هذا فاش تحول من لهنا فقط جوج الكترونات. اذا كيبان لي انهم تبادلوا وقيلا الشحن اللي كنعبروا عليهم حنا بالالكترونات، اذا هذا اكتسب جوج وهذا فقد جوج. اذا اتمم المعادله، هنا كما قلت لكم دابا سي اي دو بليس تحولت لسي اي، و اف او تحولت لاف او دو بليس، هذا كان فقط اكتسب جوج الكترونات، ولكن من جابهم؟ جابهم من عاد اف او، لان اف او تحولت لاف او دو بليس فقدت جوج، اذا هناك تبادل ديال الالكترونات، هذا عطى جوج وهذا خدا جوج، واضح؟ ما طبيعة الدقائق؟ هادو الدقائق هما الكترونات، يعني هنا هاد التحول كيتميز بتبادل ديال الالكترونات، هاد التحول كيتسمى تفاعل أكسدة اختزال. دوزو لواحد النشاط آخر، دونك هنا درنا نترات الفضة أجي بليس إن أو تروا مع السي إي، بعد مدة غيبان واحد الجسم لامع، حنا كنعرفو أن الفضة كتلمع، إذا هذاك الجسم اللي تكون هو فلز الفضة، إذا هنا طرا تحول هاد أجي بليس، علاش تحولات؟ تحولات الأجي، مزيان. دونك هنا فاش درنا الكاشف الملون، درنا رائد الكشف، لقينا بلي هذاك اللون الأزرق اللي تكون هو سي إي دو بليس، إذا سي إي تاهي تحولات سي إي دو بليس، طيب؟ دونك عندنا سي إي تحولات سي إي دو بليس، وأجي بليس تحولات الأجي. دونك سي اي
خدات جوج ديال الالكترونات و اجي بليس اكتسبات الكترون باش تحولت معادله. دونك اسمي المعادله عندنا اجي بليس زائد الكترون عطاتني اجي. اذا هذا كان فاقد اكتسب الكترون، الكترون من عند من غيدبر عليه من عند هاد السي اي تبقى عطاتني اجي. هاد السي اي فقدات جوج ديال الالكترونات، اذا هنا تم تبادل ديال الالكترونات. دونك دابا غنمشيو باش نفهمو شنو هو الاكسده، شنو هو الاختزال، شنو هو المؤكسد، شنو هو المختز. في التجربه الاولى، التجربه الاولى هذيك السي اي دو بليس اكتسبات الكترودين، اذا فهو مؤكسد. اللي كيكتسب الالكترونات كيتسمى مؤكسد، بينما اللي كيفقد كيتسمى مختزل. دابا عندنا هنا هذا المثال، هذا المثال اللي حنا دابا فيه سي اي فقدات يعني مختزل، والسي اي في المثال الاول اكتسبت، اذا هذاك سي اي دو بليس غيكون مؤكسد. بحال هنا اجي بليس دابا في هذه الحاله غيكون مؤكسد و اجي غيكون مختزل. اذا هنا السي اي مختزل والسي اي دو بليس مؤكسد. اي نوع كيميائي كيقدر يكتسب كيتسمى مؤكسد، واي نوع كيميائي كيقدر يفقد كيتسمى مختزل. دونك ندوزو للتعاريف قبل ما ندوزو لهاد. دونك بما ان هذا قلنا مؤكسد وهذا مختزل، اذا هادو كيكونوا مزدوجة اللي كتسمى اكسدة اختزال، والاكسدة اختزال كتميز بتبادل الكترونات، اي يقدر واحد يعطي ولا يقدر يكتسب. ندوزو للتعاريف. الاكسدة هي فقدان للالكترونات من طرف نوع كيميائي خلال تفاعل ما. حنا شوف هنا انا كندوي على نوع التفاعل، ماشي كندوي على النوع، نوع التفاعل. فاش كنقول تفاعل الاكسده هو تفاعل يتم خلاله فقدان الكترونات، واضح؟ بحال دابا اف او تحولت اف او دو بليس، دونك هاد اف او باش تحولت اف او دو بليس طرا لها اكسده. اذا هنا هاد النوع، هاد التفاعل هذا كيتسمى اكسده، كذلك هنا اكسده. والاختزال هو تفاعل يتم خلاله اكتساب الكترونات. مثلا هاد التحول هذا اجي بليس زائد الكترون كيعطينا اجي كيتسمى اختزال، سي اي دو بليس زائد دوز الكترون كيعطينا سي اي تاهو كيتسمى اختزال. فرقوا الله يرضي عليكم ما بين تفاعل ونوع، حيت العام الجاي راه الا غلطتي فيهم شارك كلشي. دونك من هنا نفاريوها، الأكسدة هي تفاعل يتم خلاله فقدان الكترونات من طرف نوع كيميائي، الاختزال هو تفاعل يتم خلاله اكتساب الكترونات. دابا عاد غندويو على المؤكسد والمختزل. اذا شنو المؤكسد؟ هو كل نوع كيميائي قادر على اكتساب الكترون. دابا المؤكسد العكس ديال الأكسدة، الأكسدة قلنا هو تفاعل يتم خلاله فقدان، بينما المؤكسد هنا كيكون هو النوع الكيميائي اللي قادر على اكتساب الكترون، واضح؟ المختزل هو كل نوع كيميائي قادر على فقدان الكترون، العكس ديال الاختزال. دابا المختزل هو كل نوع كيميائي قادر على فقدان، كيفقد، واضح؟ دونك تفاعل اكسد اختزال هو تفاعل يتم فيه تبادل الكترونات، اقل على هذا تفاعل يتم خلال تبادل الكترونات، واضح؟ دونك دابا ندوزو للمزدوجة. كما كنعرفوا كما درت معكم الاستاذه في الدرس اللي سبق ديال المزدوجه حمض قاعده، هنا عندنا مزدوجه مختزل مؤكسد. هنا غنضرب التعريف، النوعين كيميائيا اوكسريد يعني المؤكسد المختزل مترافقان ويكونان مزدوجه اوكس سلاش ريد يعني المؤكسد على المختزل. هذا وليداتي ديما كيكون وحده الالكترونات اقل مزيان، هذا هو اللي قادر يكتسب قال مزيان، عمرك شي واحد ما يزيد الالكترونات هنا، ديما الاوكس حتى الالكترونات. اذا كان بالامكان الانتقال من نوع كيميائي لاخر باكتساب او فقدان، مثلا هذا هو المؤكسد وهذا هو المختزل، الالكترونات هذا غيتزاد وحده هنا. نعطيكم امثله، دونك نديرو مثال. اسمع معايا، اسمع هاد المراحل اللي كنوريك تولي تطبقهم، لانها مراحل اساسية كيفاش كتطبق دير نسم معادلة تفاعل اكسد اختزال. نبدا معكم المزدوجة الأولى أجي بليس أجي، واضح؟ أول حاجة خصك تعرف هذا هو المؤكسد، هذا هو المختزل. بعد غنهبط غنحيد هاد السلاش، كندير جوج الأسهم لأنه في هاد المنحة
اختزال في المنحة أكسدة ندير سهمين. ما خطوة قلنا الخطوة الأولى نحط المزدوجة، الخطوة الثانية كندير السهمين وكنبدا نوازن عدد الدرات. هنا مثلا عندي من درة ديال الأجي عندي وحدة، هنا عندي وحدة، يعني الدرات موازنين. باغي ندوز مرحلة موازنة الإلكترونات، قلت دائما الإلكترونات كيكونوا هنا هنا حتى هادي حدا المؤكسي. دونك شحال عندي هنا من شحنة؟ عندي وحدة. دونك شحال غنزيد من الإلكترون؟ واحد. واضح؟ ندوز المثال آخر أل تروا بليس أل. إذا شوف شحال عندي من ذرة، عندي وحدة ذرات، كنشوف العدد هنا ماشي عدد هذا الشحن، هنا عندي وهنا وحدة وهنا عندي وحدة. شحال عندي هنا من الإلكترون؟ ثلاثة. غنزيد ثلاثة الإلكترونات. واضح؟ ندوزو لمزدوجة أخرى، هنا عندي أش بليس أش تو، ندير أش بليس سهمين أش تو. شحال عندي هنا من ذرة؟ وحدة. هنا جوج. إذا خصني نوازن عدد الذرات، إذا هادي غنضربها بجوج. واضح؟ كان عندي هنا من الالكترون، عندي جوج ديال الالكترون، هاد جوج كتولي عامل، جوج موجبة. شحال خصني نزيد عليهم من سالبة؟ جوج. واضح؟ ندوزو لمثال آخر، سي ال دو سي ال موان. توما حيت أغلبية كيبداو يغلطو ليا ما سوقكش هنا في الشحن، يكونوا هنا ولا يكونوا هنا، دائما الالكترونات يكونوا في هاد الجهة عند المؤكسي. دونك عندي هنا سي ال دو سي ال موان، شحال عندي هنا؟ جوج. نضرب هنا بجوج. واضح؟ هنا غنزيد الالكترونات، هنا كان عندي هنا من الشحنة السالبة جوج، إذا هنا غادي نزيد جوج ديال الإلكترونات. نتمنى أنكم فهمتوا. دابا غادي ندوزو التمارين.